الاسباب ديال النجاح ديالنا هو عندنا رجال ونساء كيعرفوا المعنى الحقيقي ديال نكران الذات، كيعرفوا شنو هو، لان المغاربه راه كيلاحظوا كيعرفوا شنو هو تخدم المشروع بدون غايه شخصيه. ملي كتلقى منسق جهوي بالحجم ديال السي محمد القباج، ما مرشح، ما عنده مصلحه، ولكن عنده مشروع ديال البلاد، وقاد الحزب على مستوى جهه مراكش اسفي باش انه يتبوا المركز الاول في هذوك الظروف اللي كتعرفوا جميع، وفي ظل واحد المنافسه اللي كتعرفوها جميع، وقاد الجهه ديال مراكش اسفي باش تكون نموذجيه في جميع المبادرات اللي دارها الحزب. جامعه الشباب الاحرار تولدت في مراكش بفضل هذا السيد إيريني أكاديمي 100 مدينة بالشكل ديالها، سواء الحضوري ولا بالشكل ديالها عن بعد. هاد المحطات كلها كانت مراكش المنبع ديالها، وعطى اليوم إلا كنقول لكم نحيي السي قباج حقيقة، لأنه ماشي كشخص، ولكن عطى واحد النموذج. المغاربة راه كيشوفوا، ملي كيشوفوا شخص بحال هكا ما عنده إلا المشروع، راه كيتيقوا بأن كاين واحد الحاجة جديدة.